فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العلي العظيم. ما هي المعجزة وما هي الكرامة وما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ وهل هنالك موقع للمعاجز والكرامات في كون تحكمه قوانين صارمة لا تختلف ولا تتخلف؟ هذه تساؤلات تلح على الأذهان، والإجابة على هذه التساؤلات يشكل جزءا من البنية الفكرية للشخصية المؤمنة، بالإضافة إلى ما له من الآثار العملية في الواقع المعاش. في الإجابة على هذه التساؤلات لا بد أن نقول إن هنالك عمليتين: العملية الأولى عملية استبدال القانون، والعملية الثانية عملية اختراق القانون. ماذا يعني استبدال القانون؟ استبدال القانون يعني أن تخرج من مظلة قانون كوني إلى مظلة قانون كوني آخر، أن تخرج من حكومة قانون إلهي إلى حكومة قانون إلهي آخر. هذا يسمى عملية استبدال القانون. مثلا الجاذبية قانون وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، الأرض تجذب الأجسام إليها، أنت تخرج من حكومة هذا القانون وتستفيد من قانون آخر وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا الفضاء،
القانون الذي تعتمد عليه حركة الطائرات في الفضاء. أنت لم تخلق هذا القانون، هذا القانون الله سبحانه وتعالى أوجده في هذا الكون. أنت استفدت من هذا القانون، تحديت قانون الجاذبية، ولكن بالاستفادة من قانون آخر. قانون رسوب الأجسام الثقيلة في الماء، هذا قانون. هذا القانون يقضي على الإنسان بالغرق إذا لم يكن يعرف السباحة في الماء، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع قانونا آخر، وهذا القانون قانون الطفو الأجسام الخفيفة على سطح الماء. يأتي المكتشف ويستفيد من هذا القانون ويصنع المركب أو الباخرة، فتركب هذا المركب أو تلك الباخرة وتعبر البحر بسلام. أنت في هذه الحالة خرج من حكومة قانون إلى حكومة قانون آخر، ولكن هذا عملية استبدال القانون شأننا نحن المخلوقين. المخلوق لا يمكنه الفرار من حكومة القوانين الإلهية، ولا يمكن الفرار من حكومته. أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس محكوما بهذه القوانين. الله سبحانه وتعالى خالق هذه القوانين، الله خالق كل شيء. الله هو الذي أعطى للأشياء وجودها، هو الذي أعطى للأشياء كينونتها، هو الذي منحها خصائصها الذاتية، فلا يمكن أن تكون هذه الخصائص المعطاة حاكمة على ذلك المعطي. الله سبحانه وتعالى خالق القانون، وبإمكان الذي خلق القانون أن يخترق ذلك القانون. إذا أردنا أن نمثل مثالا بسيطا وواضحا للنسبة بين المعادلات الكونية وبين الخالق سبحانه، نمثل بهذه الصورة البسيطة. أغمض عينيك وتصور قصرا عظيما في ذهنك. هذا القصر الذي صنعته في ذهنك وأوجدته في ذهنك مربوط بك. وجود هذه الصورة الذهنية منوح لك. خصائص هذه الصورة الذهنية منوطة بك. ولذلك إذا صرفت النظر للحظة واحدة عن وجود هذه الصورة، ذهنك انصرف إلى مكان آخر. هذه الصورة الذهنية تتحول إلى عدم. هل يبقى لها وجود؟ أبدا، لم يبقى لها أي أثر. الخصائص الذاتية لهذه الصورة الذهنية، لون القصر، شكل القصر، حجم هذه الصورة الذهنية، كلها منوطة بإرادتك. في أي لحظة
شئت أن تستبدل خصيصة بخصيصة، تلك الخصيصة الأولى تنتهي وتنعدم. هذا هو أبسط مثال يمكن أن يمثل للنسبة بين المخلوقات وبين خالقها سبحانه. لذلك الله سبحانه وتعالى ليس عجيبا وليس غريبا أن يخرق القوانين الموضوعة في هذا الكون لنبي أو إمام أو لولي من الأولياء. في الآية التي تلوتها عليكم، سليمان صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش في أرض الشام، وكانت بلقيس تحكم في اليمن. أراد سليمان أن يأتي بذلك العرش العظيم الذي كان لبلقيس من اليمن إلى الشام. ربما وفق القوانين الطبيعية القضية كانت تستغرق أشهرا، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تتحدث بإطار هذه القوانين. قال سليمان للجمع الذي يحيط به: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال 20 من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال ذلك العفريت من الجن: بأنني سوف آتيك بهذا العرش من أرض اليمن إلى أرض الشام خلال فترة قصيرة من الصباح إلى الظهر. سليمان كان يقوم من مقامه قبيل الظهر، قبل أن تقوم من مقامك آتيك بهذا العرش. ولكن سليمان استبطأ هذه المدة، هذه مدة طويلة من الصباح إلى الظهيرة. قال الذي عنده علم من الكتاب، وفي الروايات إنه كان آصف ابن برخيا: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما معنى ارتداد الطرف؟ انظر إلى منظر، انظر إلى ذلك الباب، انظر إلى رجل تريد أن تنظر إليه، ثم ليرتد إليك طرفك، يعني ترجع طرفك إلى ما أمامك بعد أن نظرت إلى مقصدك. كم تستغرق القضية؟ لا تستغرق سوى لحظة واحدة. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في غمضة عين وإذا بذلك العرش يستقر أمام سليمان. قال: هذا من فضل ربي. في الروايات إن آصف ابن برخيا كان يعرف حرفا واحدا من 73 حرفا. اسم الله الأعظم يتكون من 73 حرفا. آصف كان عنده علم من الكتاب، من الكتاب، من هنا كلمة تدل على التبعيض. قال الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف حرفا واحدا. فخسف الله الأرض بين الشام وبين اليمن، وإذا بذلك العرش العظيم في غمضة عين يكون حارا أمام سليمان. ولكن هنالك آية أخرى تقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
عاصم قال الذي عنده علم من الكتاب. في هذه الآية ومن عنده علم الكتاب، من هو الذي عنده علم الكتاب؟ هل تعرفون ذلك؟ سئل هذا السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار وقال ذاك أخي ووصي علي بن أبي طالب. إذا كان الرجل الذي عنده علم من الكتاب يستطيع أن يحقق هذه الكرامة ويخرق كل المعادلات الطبيعية، أفلا يستطيع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي عنده علم الكتاب 72 حرفا من 73 حرفا، ألا يستطيع أن يخرق قانونا طبيعيا؟ إذا قرأتم في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه معجزات تنسب إلى الإمام العسكري، فلا يكن ذلك غريبا على أذهانكم. إذا قرأتم معجزات للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم لا يوجد هنالك غرابة في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن القدرة الإلهية فوق كل شيء وفوق كل قانون. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، نحن قطعا لا يمكننا أن نصل إلى مقام الإعجاز. الإعجاز خاص بالأنبياء وخاص بالأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المقام مقام لا يمكننا أن نطمح في الوصول إليه، ولكن ما هو طريق الكرامة؟ قضية آصف كانت كرامة لآصف، لأن آصف لم يكن في ذلك الوقت نبيا، فهذه القضية كانت كرامة جرت على يديه. هل يمكنني أنا وهل يمكنك أن تصل إلى مقام الكرامة؟ هل يمكن أن يجري الله سبحانه وتعالى خوارق العادات على يديك؟ هل تستطيع أن تنتقل من منطقة إلى منطقة في غمضة عين دون أن يحول أمامك مانع أو حاجز؟ أو أن القضية خاصة بفئة معينة؟ الكرامة لها طريق واحد. ما هو هذا الطريق؟ طريق الكرامة التحرر من سلطان الهوى، ليس فقط في حقل الواجبات وفي حقل المحرمات، وإنما حتى في حقل المباحات. إذا استطعت أن تكون حاكم هواك لا أن يكون الهوى هو الحاكم عليك، إذا استطعت أن تكون حاكما على شهواتك على أهوائك، عندئذ يمكن أن تصل إلى مقام الكرامة. هذه النفس، هذا الهوى لا يعرف حدا معينا، يأمرك
يسوقك إلى حيث يريد دون أن تنتهي القضية إلى حد معين. الإمام صلوات الله عليه مثل بماء البحر للعطشان، كلما شربت منه ازددت عطشا. إذا استطعت أن تتحكم في هذا الهوى، تتحكم في هذه الشهوات، عندئذ يكون طريق الكرامة مفتوحا لديك. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله سبحانه وتعالى خاطبه في الملأ الأعلى وقال له: يا أحمد. تجنب لين اللباس وطيب الطعام والمأوى المثير. هذا هو خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس محرما عليك أن تتناول طيب الطعام، وليس محرما عليك أن تتناول الأطعمة اللذيذة، وليس محرما عليك أن تنام على الفراش الوتير، ولكن الدنيا والآخرة لا يجتمعان. يمكن للإنسان أن يستفيد من الطيبات من الرزق، ولكن كلما ازداد الاهتمام بهذا البدن ضمرت الروح، كلما ازداد الاهتمام بهذه الشهوات الجسمانية بالطعام والشراب وما أشبه ذلك، كلما ضعفت الروح، وكلما توجهت إلى الروح وقهرت الهوى، كلما ازددت عروجا في ملكوت الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بالاجتناب عن طيب الطعام، لا يعني ذلك أن تتمرر وأن توقع نفسك في الأذى، ولكن يعني ألا تهتم بهذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يهتم بطعامه، ولم يكن يهتم بشرابه، ولم يكن يهتم بالمكان الذي ينام عليه. في بحار الأنوار يقول العلامة المجلسي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ينام على السرير، لم يكن ينام على الفراش الوتير، كانت هنالك قطعة من القماش كانت تلقى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ينام عليها، وعندما كان يستيقظ لصلاة الليل كان يأكل تلك القطعة ويجعلها رداء له، مثل هذه العباءة التي نرتديها. في الأيام الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ضعف بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يستطيع أن يتحمل خشونة الأرض، فطلت له إحدى زوجاته هذا القماش المتواضع ثلاث طيار. خذوا قماشا متواضعا وطهوا ثلاث طيات وناموا على الأرض، هل تستطيعون أن تتحملوا ذلك؟ طلت له ذلك الفراش ثلاث طيات، فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة أقل قليلا من القدر المعتاد. إذا مثلا كان ينام في الليل أربع ساعات مثلا، نام مثلا أربع ساعات ونصف، قام متأخرا قليلا وصلى صلاة الليل، ثم قال لتلك الزوجة: لماذا صنعت هذا؟ عودي إلى ما كنت عليه،
هذه هي وصية الله لرسوله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لكي تعرض إلى مقامات الأولياء، لا بد أن تذل هذه النفس، لا بد أن تستعلي هذه النفس إذا صعبت عليك نفسك. في الرواية عن المعصومين: رأيت نفسك تميل من هنا إلى هنا، يصعب عليك أن تقوم لصلاة الصبح، عندما تمر أمامك فتاة يصعب عليك ألا تنظر إليها، عندما يأتي صوت الغناء والموسيقى يصعب عليك أن تمنع نفسك، فاصعب لها، أذل هذه النفس، مرر أنفها في الرمان، فاصعب لها فإنها تذل لك. الإمام أمير المؤمنين يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. روض نفسك، أذل نفسك. في قطعة أخرى يقول: وأيم الله يمينا أستثني فيها مشيئة الله، لأروضن نفسي ريارة تهش معها إلى القرص مطعوما. هل جربتم في أيام الصيام عندما يستولي عليكم الضعف، عندما ترون الماء تهش نفسكم إلى الماء، عندما تشمون رائحة الأرض تهش نفسكم؟ هكذا يروض علي نفسه، عندما يشم رائحة الخبز يهش إلى الخبز من كثرة ما راض نفسه، وتقنع بالملح مأذوما. كان علي صلوات الله وسلامه عليه يكتفي بالخبز وبالملح، طبعا نحن لا نقدر على ذلك. هو قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن بقدر الإمكان يجب علينا أن نسيطر على هذا الهوى. الشيخ حسن علي المعروف، لعل الشيبة بعضهم ممن هو حاضر في هذا المجلس رأى هذا الرجل، مرض أحد أصدقائه، فعاده الشيخ حسن علي النهدي، كان مصابا بالحمى، حمى شديدة، جلس عنده، قال: ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي من الحمى. الشيخ النهدي خاطب الحمى، قال: أيتها الحمى، أخرجي من جسم هذا الرجل، هل يمكن لقرص يصفه لك الطبيب أن يزيل الحمى من بدنك ولا تؤثر كلمة ولي من أولياء الله في إزالة الحمى من بدنك؟ الذي أجرى ذلك القانون بإمكانه أن يجري أيضا هذا القانون، وإذا بالحمى تخرج طورا من جسد هذا الرجل. قيل له: أيها الشيخ، كيف استطعت أن تخاطب الحمى بهذه القوة؟ رجل واثق من نفسه، واثق من كلمته. قال: دققوا في هذا الجواب، لأني لم أكن سيدي ومولاي صاحب الزمان. هل تعرف ماذا تعني خيانة صاحب الزمان؟ النظرة إلى الأجنبية خيانة لصاحب الزمان، أكل أموال الناس بالباطل خيانة لصاحب الزمان، لأني لم أكن سيدي ومولاي
صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يريق ماء وجه خادمه الأمين. نعم، هذه هي منزلة أولياء الله، هذه هي الكرامة التي تجري على يد أولياء الله. بهذه المناسبة ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر، نقل لي بعض كبار الآيات في حوزة قم أن الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه دخل على رجل. الشيخ عباس القمي كان له منظر متواضع، ما كان له منظر، لم يكن أحد يصدق أن هذه الآثار لذلك الرجل، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. دخل على رجل فجاءه ذلك المضيف بشربة أو بشاي، ثم التفت إلى أنه نسي الملعقة فذهب لكي يأتي بالملعقة. عندما عاد رأى أن الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه وضع إصبعه في ذلك الظرف وهو يصنع بيده هكذا، قال له: لماذا صنعت هذا العمل ولماذا لم تنتظر الملعقة؟ قال: في الواقع إني أعاني من صداع منذ صباح هذا اليوم، الصداع علمني. فكر أنني قضيت عمري في كتابة آثار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنني قضيت عمري في كتابة أخبارهم وآثارهم، ففكرت أن أصنع هكذا بيدي لعله يكون الشفاء في ذلك. يقول: أخذ ذلك الماء أو الشربة أو الشاي وشربه، وإذا بصداعه يسكن في نفس تلك اللحظة. رجل عادي كان يمر، وإذا بطفل يحبو فوق السطح، يأتي إلى حافة السطح ويكاد أن يسقط، وإذا بأمه تصرخ وتصيح. المارة يجتمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، لأن القضية انتهت وفات الأوان. وإذا بالطفل يقترب إلى الحافة ويسقط، يمر في تلك اللحظات رجل ويقول: يا الله، ليقف هذا الطفل في الهواء. وإذا بالطفل يقف بالهواء، يتقدم هذا الرجل ويأخذ الطفل ويضعه على الأرض، ينهار الناس عليه، يلزمون يديه ورجليه، يقولون له: من أنت؟ يقول: أنا رجل عادي، ولكنني طيلة عمري لم أعط الله لحظة، لم أستجب إلى الهوى لحظة، أفترون غريبا على الله سبحانه وتعالى أن يستمع إلى كلامي لحظة؟ إذا قضيت عمرك في إطاعة الله سبحانه وتعالى وتحررت من سلطان الهوى، عندئذ يكون الطريق إلى مقامات الأولياء مفتوحا لديك. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين، واجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وعلى
Mm-hmm.